مساء الخير. خبر النهاردة في مساء الخير جايبه لحضراتكم من مصدر مسؤول بوزارة المالية. المصدر قال لبرنامجكم مساء الخير ان الحكومة بتدرس جديا اعفاء المشروعات الخاصة في مشروع او محور تنمية قناة السويس. طب الاعفاءات في ايه؟ اعفاءات ضريبية، مدة الاعفاء من 2 لـ5 سنوات. طب ايه هدف القرار ده يا حكومة؟ قالت عشان نشجع المستثمرين يجوا يستثمروا في محور قناة السويس. طب ادونا تفاصيل اكتر اساسا عن المحور، محور تنمية قناة السويس قبل ما تكرروا الاعفاءات دي. مساء الخير. بصراحة المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية حط نفسه في موقف صعب قوي. ليه؟ لما أصدر قرار بقانون يمنع الطعن على أي عقود توقعها الحكومة، أي حكومة مع أي طرف. هنا بقى عندنا مشكلة مع هذا القانون، ولازم بصراحة تفسير، لأن مش معقولة بعد ثورتين وشعارات تطالب بالطهارة والشفافية يروح طلع لنا قانون يحسن قرارات حكومية. بصراحة خايف أقول جملة مش هتعجب البعض من حضراتكم، وهي أني بفكركم لما المصريين صاروا على الرئيس السابق مرسي عندما حسن قراراته بعدم الطعن عليها أمام القضاء. طب ده مرسي اللي ملوش في القانون، إزاي بقى المستشار الجليل عدلي منصور يعمل كده؟ تعالوا أشرح لحضراتكم الحكاية من الأول. القصة وما فيها ان حكومتنا السابقة كانت بتوقع عقود مع مستثمرين مصريين عرب اجانب. زي ايه؟ هديكوا امثلة. زي مثلا بيع ارض مدينتي لمستثمر مصري، ده عقد بين الحكومة وبين هذا المستثمر. زي بيع شركة عمر افندي لمستثمر خليجي، فاكرينه؟ وعقود تانية كتيرة بتاعة الخصخصة. قوم ايه يا قمر؟ بعض المواطنين شافوا في العقود اللي وقعتها الحكومة دي مع المستثمرين دول شبهة فساد، فراحوا للقضاء وطعنوا على هذه العقود، والقضاء حكم ببطلان عدد كبير من هذه العقود خاصة عقود الخصخصة. نتج عن ده مشكلة كبيرة للحكومة المصرية بل للدولة نفسها. زي ايه؟ خد عندك، كل مستثمر من دول اتحكم ضده ببطلان عقده مع حكومتنا راح رافع قضية أمام التحكيم الدولي، وده الحكم فيها بمئات الملايين من الدولارات. تاني نتيجة اتأثرت بها الحكومة بأحكام بطلان العقود بتاعتها مع المستثمرين، إن المستثمرين أعربوا عن مخاوفهم بالاستثمار في مصر وقالوا إيه البلد اللي الحكومة فيها ملهاش كلمة، فإزاي حضرتك كدولة عاوز يعني كمستثمر اجي مصر واستثمر ملايين الدولارات وامضي مع حكومتك عقود، وبعد ما ابدا واشتغل وكع دم قلبي يروح طالع لي حكم قضائي بالغاء عقدي مع الحكومه؟ وجهه نظر. الغاء العقد المستثمر مع الحكومه بسبب طعن احد المواطنين على هذه العقود. اذن القانون اللي طلعه المستشار عدلي منصور ليه وجاهه في ظاهره فقط، ولأننا عاوزين استثمار والدنيا بايظة، فراح رئيس الجمهورية أصدر قرار بقانون لأن معاه سلطة التشريع. القرار بقانون بيحسن قرارات الحكومة ضد أي طعن، ومنع كمان القضاء المصري بالنظر في أي قضية من دول. هنا بقى في ملاحظات على قرار السيد رئيس الجمهورية. أول هم يا محترم إن السيد رئيس الجمهورية الحالي ده سلطة مؤقتة، وبالتالي لا يجوز إصدار قوانين في الفترة الحرجة دي. تاني هام إن كلها كام أسبوع وهيبقى عندنا رئيس جمهورية منتخب، فكان لازم المستشار منصور بحكم حاجة اسمها المواءمة السياسية يسيب مثل هذه القوانين لرئيس منتخب
مش رئيس مؤقت هو اللي يطلعها؟ تالت هام، ايه وجه الاستعجال في اصدار هذا القانون وهو يعني المستثمرين الاجانب واقفين على الباب؟ فلازم القانون يطلع. هل جالي مستثمر اجنبي معاه 10 مليار دولار وعايز يوقع عقد مع الحكومة، فالحكومة خايفة حد يطعن على هذا العقد فطلعت هذا القانون؟ ابدا، ولا في اي استثمار اجنبي من اساسه. وبعدين ما احنا هيبقى عندنا قريب برلمان منتخب، فلماذا لا تترك لهذا البرلمان هذه القوانين الحساسة؟ والأهم، هل ينفع بعد ثورتين نحسن قرارات الحكومة؟ ينفع بذمتكم؟ رابع هام، كده الحكومة بهذا القانون هتظهر لنا إنها ملايكة، وبصراحة مفيش ملايكة النهاردة على الأرض. وبصراحة أكتر عشان نجيب من الآخر، أضمن إزاي كمواطن إن مفيش فساد هيكون في العقود دي بين الحكومة وبين أي مستثمر؟ ما احنا قلنا مفيش ملايكة بقى. يعني لو كان الأمر حابك وخلاص، كان القانون على الأقل، رغم أن أنا رافض إصدار هذا القانون الآن، كان ذكر اسم جهتين رقابيتين تراقب عقود الحكومة قبل التوقيع. ده احنا في أي مزاد حكومي بتلات تعريفة بيكون حاضر على الترابيزة ممثل لأجهزة رقابية زي الجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة رقابية كتيرة. يا أخوانا، بالشكل ده الناس اللي هتعمل العقود دي وهم ناس موظفين في الحكومة هيبقوا ضامنين ان محدش هيحاسبهم. بالذمة ده اسمه كلام. سيادة الرئيس، أرجوك بلاش إصدار قوانين في الفترة الحرجة دي، وياريت كمان تسحب هذا القانون وتسيب رئيس مصر القادم والمنتخب هو اللي يصدر مثل هذه القوانين. رأيكم ايه يا اخوانا؟ وده انا عايز رأي حضراتكم فيه في قانون رئيس الجمهورية بعد ما الطعن على عقود الحكومة مع المستثمرين الاجانب. وسؤالي لحضرتك وانت بتشوفني دلوقتي، عايزكم بصراحة تقولوا هل توافقون على تحصين عقود الحكومة ضد الطعن عليها امام القضاء؟ يعني بالبلد كده وبالمفتشر، هل تؤيد قرار رئيس الجمهورية بعدم جواز أي مواطن أن يطعن على أي عقود توقعها حكومتنا الكريمة الحالية وأي حكومة قادمة؟ قول لي رأيك، ادخل وقول رأيك، وياريت السيد رئيس الجمهورية يكون سمعنا. بسألك للمرة الأخيرة، هل توافق على تحصين تعاقدات الحكومة من الطعن عليها قضائيا؟ كلموني حضراتكم من أي تليفون محمول على رقم 137، ومن أي تليفون أرضي على 0900 9900، وابعتوا حضراتكم رسائلكم وقولوا رأيكم، ابعتوه على رقم 911 72. عايز أقول لكم حاجة بقى بالمناسبة، وراء هذا القانون وإصداره والإصرار عليه وزير التجارة والصناعة والاستثمار الأستاذ منير فخر عبد النور، وهو بالمناسبة اللي وراء قرار الحكومة بإدخال الفحم لمصانع الأسمنت. وبالمناسبة كمان أيضا الأستاذ منير فخر عبد النور عاوز يشتغل في الضلمة ورفض يطلع في الإعلام أو الصحافة. على الأقل يا سيدي يا وزير التجارة، اطلع اتكلم يا راجل واشرح لنا انت بتعمل فينا ليه كده. أرجوكم تدخلوا وقولوا رأيكم، ربما يسمع رئيس الجمهورية صوت الناس ويقرر سحب هذا القانون. خليني أرحب بضيوفي، أهلا بحضراتكم، وهرجع ليكم واخد تعليقكم على هذا القانون، بس اخد استاذ مراد من السويس. اتفضل استاذ مراد. الو. ايوه خير، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. انا بحييك بصراحه ان انت بتثير الموضوع ده. اشكرك. احنا للاسف يعني احنا بنعالج ازمه او مشكله حصلت، ان اللي حصل الازمه اللي حصلت ما بين الدوله والمستثمرين بسبب كثره الطاعون، دي مشكله اكبر. احنا المفروض كان يبقى الموضوع يتقنن، لكن ان انت تروح ان انت تصدر قانون بعدم الطعن على العقود المستقبليه، ده هيفتح الباب ان هيبقى في فساد. نعم. انا ممكن دلوقتي انا كمسؤول او انا هعمل نفس الفساد، هيزيد اضعاف اللي كان بيحصل في عهد مبارك، وانا دلوقتي انا ضامن ان مش هيحصل عليها طعن. نعم. فليه؟ طب ليه؟ انت المفروض تشوف اليه اخرى، لكن ان انت تعمل عدم الطعن بشكل تام، ده هيفتح باب الفساد بشكل اوسع. اشكرك. المشكله احنا بنزودها. اشكرك استاذ مراد. عايز اقول للساده المشاهدين، تستطيع الحكومه الان ان توقع عقد بتخصيص الاف الافدنه لاي مستثمر ولو بعت له هذا الفدان بجنيه.
تقدرش تطلع تطعن عليه، ما ينفعش. ما طلع قانون بقى، متخيلين الخطورة؟ ومن الآخر نحن نشك في بعض الموظفين، في فساد. عايز أقول لحضراتكم، مؤشر مصر في الفساد بعد الثورتين دول أكثر ارتفاعا مش أقل، يعني الفساد بيزيد في البلد. اتفضل أستاذ خالد من الجيزة. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. دلوقتي في القوانين والحال البلد بيقولوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام سيأتي يوم على امتي يحكمهم الرويبضة. بس الامور ما وصلتش لحد كده يا استاذ خالد، احنا بنتكلم فيما هو يعني قانون بشر طلعه بنطالب بإلغاءه. اخد فهد من الاسكندرية. الو، ايوه اتفضل يا استاذ فهد. اهلا بيك حضرتك. انا شغال في شركه اسكندريه للدول الحاويات. دي الشركه اللي كانت مخصخصه؟ لا حضرتك، دي شركه قطاع عام. نعم. عندنا يعني حضرتك القانون دوت عامل لنا مشكله بقى في موضوع ايه؟ احنا كان شركتنا دي سنه 83 كانت في فرع اسكندريه وعملت ارباح، وعملنا فرع تاني في الدخيله. نعم. وبقينا بقى في ايام مبارك عملوا مشكلة ان هم عقدوا استثمار لشركة صينية، حلو، دور اقل من كده وبتنافسنا. طبعا الفلوس اللي احنا كنا بنحققها تأثرت بسبب موضوع الشركة دي، حلو. قامت ثورة ثانية بعد ثورة يعني ديت، وجينا برضو عايزين في رصيف 100. ده احنا برضو كعمال 3000 عامل بنحقق حوالي 500 مليون في السنة. طب القانون ده هيأثر عليك ازاي يا استاذ فهد؟ هم هيتعاقدوا، عاملين منظرين مناقصة للرصيف دوت. يقدروا يتعاقدوا بأي سهولة بأي أرقام بعيدا عن رقابة حاجة القضاء؟ بأي حاجة، ما تقدرش أنت تتكلم دلوقتي. أو أنا عادي، أنا معاك أستاذ فهد. عايز أقول نحن يعني بنترفع عن الإساءة للسيد رئيس الجمهورية، بس المحزن أن يصدر هذا القانون يعني رجل ترأس أعلى هيئة قضائية في البلاد وهي المحكمة الدستورية العليا. يعني لا يجوز، لا ينبغي. كلها كم أسبوع جاي لنا رئيس منتخب، ما ينفعش. ثم ما هي الأسباب؟ اطلع قول للرأي العام ما هي الأسباب التي دفعتك كرئيس للجمهورية لإصدار هذا القانون. لماذا الاستعجال؟ لا نشكك، بس لماذا الاستعجال؟ وليه الافراط في استخدام يعني صلاحيه التشريع اللي عند حضرتك؟ ما في برلمان قادم، ما ندي ده، ما احنا هيبقى عندنا رئيس حكومه منتخب، رئيس جمهوريه منتخب، برلمان. خليني اخد استاذ سليمان من حلوان. اتفضل استاذ سليمان. سليمان، استاذ محمد علي خير. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بك. بني سعادتك على البرنامج، وبشكر سعادتك على المجهود اللي بذلته في برنامج مصر الساعه. اشكرك. في راديو مصر. شكرا جزيلا على مجهود سعادتك السابق والحالي. اشكرك. لكن المشكله النهارده في الطعن على قرارات الحكومه وقبول الطعن. امتى بيقبل الطعن على قرار رئيس حكومه او وزير في الحكومه؟ متى يقبل الطعن؟ ده سؤال لسعادتك. لا انا، متى يقبل الطعن؟ ما فيش طعن، ما هو اتمنع خلاص. اتمنع الطعن. يعني لو الحكومه وقعت عقد مع اي مستثمر زي ما هي عايزه تكتب في هذا العقد، خاصه انا سعادتك. انا سؤال لسعادتك. تمام. تمام. سؤال لسعادتك، متى يقبل الطعن على قرار حكومي؟ انت عندك اجابه؟ طبعا. ايه؟ اذا كان هذا القرار يعني موصوم بالبطلان او الفساد او العوار. بالظبط. فاني احصن بطلان وفساد وعوار، انا كده بجاوب على سؤال سعادتك. أنا بشكر حضرتك. أخد يحيى من القاهرة. أيوة. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء النور يا سيدي الباشا. تعليق حضرتك. معروف في المناقصات الكبيرة والحاجات اللي زي كده إن بيبقى فيه حاضر مستشار من مجلس الدولة. نعم. تمام. إحنا الموضوع ده ممكن نلحق قانون تاني بهذا القانون، لأنه لابد من وجود مستشار من مجلس الدولة، حد من الجهاز المركزي للمحاسبة. نعم. بحيث ان هما الاثنين يطلعوا على العقود ويجيزوا هذه العقود قبل توقيعها. يبقى كده انا وصلت للنقطه بان العقود بتخرج من الدوله سليمه تماما. انا معك، بس هذا القانون لم يمنح
اي سلطه قضاء او رقابيه لمراقبه هذه العقود. والبعض ممكن يعمل مداخلات ويقول في دول عالميه اجنبيه زي امريكا، انا جايبها لحضراتكم، المانيا، بريطانيا، فرنسا، عندها مثل هذا القانون بهدف ايضا حمايه مناخ الاستثمار. بس القانون ده بتاع اللي موجود في الدول دي بيعمل ايه بقى؟ حاطط اشراف جهات رقابيه على هذه العقود. يعني الحكومه كتبت العقد وبتوقعه مع استثمر، فبتيجي جهات رقابيه قبل توقيع الحكومه للعقد تراجع هذا العقد وتشوف هل في فساد او حاجه. احنا القانون طلع ما اشترطش وجود اي جهه رقابيه لمراقبه هذه العقود. اخد استاذ محمد من جمصه. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور حبيبي. مساء الخير يا باشا. احنا حضرتك احنا هم عاملين القانون ده بحجه ان فيه طعن على الاحكام، على فيه طعن على على ال على عقود سابقة، على عقود سابقة شركات الخصخصة، عقود بدل شركات الخصخصة. هو اتعمل عليها طعن وعلينا فيه علينا عقوبات بمليارات امام التحكيم الدولي، لكن لسه لم تصدر احكام نهائية من مركز التحكيم الدولي. اتفضل. ايوه حضرتك، بدل ما كان يحصن القوانين او يحصل ان ما نطعنش على الـ على الـ على اي عقود للدوله، كان يعمل قوانين لمحاربه الفساد. نعم. بدل ما 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 ما, ما, ما احنا نلف وندور ندخل على الموضوع على طول. نعم، على الموضوع على طول. محاربه الفساد، نشدد القوانين على محاربه الفساد، وبعد كده يبقى ما يعني الدوله نعرف ان الفساد وقف. احنا بنعمل قوانين لوقف المظاهرات. نعم، اشكرك. اخد محمد بس من القاهره عشان عندي كثافه تليفونات. اتفضل استاذ محمد. استاذ محمد. ايوه الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اتفضل استاذ محمد. يعني انا 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 شايف انه يعني بدل ما نطالب بالغاء القانون او القرار اللي طلع، ايه المانع انه نطالب بوضع آلية ان احنا نتأكد انه ما يحصلش فساد؟ اذا كان الاعتراض على القانون او عدم تحصينه بيقول لنا نرفع قضية ويتحكم فيها بالقضاء، تمام، من الاول يبقى في لجنة كده يتعمل آلية بشكل جهات رقابية تراقب هذه العقود قبل توقيع الحكومة عليه. بالظبط كده. لكن بالزبط. للأسف هذا القانون لم يمنح هذه الصلاحية لأي جهاز رقابي. يبقى يا إما رئيس الجمهورية يسحب هذا القانون ويأجله لرئيس الجمهورية القادم ورئيس الحكومة. إحنا ليه مستعجلين كده؟ ونطرح ده للنقاش. خليني أخد خالد من القاهرة قبل ما أعود إلى ضيوفي في الاستوديو. خالد. اتفضل. السلام عليكم محمد. السلام ورحمة الله. إزي حضرتك؟ أنا هاخد من الموضوع الخاص للموضوع العام. الرغائب اللي بتحصل في بلدنا في توقيتات معينة ومش لاقيين لها تفسير. فاسمح لي بس صرخة بسيطة عن طريق حضرتك منبر حر، حاجة غريبة جدا يمكن هتضحك عليها من اللي بيحصل بخصوص القوانين أو الحريات بصفة عامة. اتفضل. احنا دلوقتي كنا مقتنعين مجموعة من شركات السياحة المحترمين والمرشدين ورجال السياحة، لأنهم هيقوموا بأسرة مثلا ضد وزير السياحة أو بعض الإجراءات اللي هي بتتم حولها قوانين، مش هقول فساد، داخل وزارة السياحة مثلا، تحر من تال اعتراض. نقول الفندق اللي احنا كنا بنعمل فيه القاعة يا أستاذ محمد يبلغ عن طريق مكتب الوزير ان يقطع النور عن والكهرباء، وكان في ناس كبيره وكلهم رجالات محترمين وبيعبروا عن نفسهم بمنتهى الاحترام. فهل دي لها تفسير يا استاذ محمد؟ يعني تفسير واضح كاعلام حر، ازاي يتصل بالفندق فندق ميريديان العرب ويقولوا لا ده الحاجات دي غير متاحه، دي حاجات مش عارف ضد ناس. انتوا كنتوا عاملين المؤتمر ضد مين؟ وزير السياحه يا فندم. الوزاره فيها يعني. طيب يعني يا راجل يا طيب، عايز تعمل مؤتمر ضد خير وخير يوفر لك الكهرباء؟ انت راجل طيب، شكلك مش عايش في البلد دي. خليني ارجع لضيوفي في الاستوديو. اخد استاذ مصطفى العرابي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حنانيك يا استاذ محمد في هذا الموضوع كريتيكال. انا قاعد بالمناسبه استاذ مصطفى العرابي محامي بالنقد وهيدينا فتاوى قانونيه، بس حنانيك ليه؟ انا هقول لك. اتفضل. انفعالك في هذا الموضوع في غير موضعه. اتفضل. ليه؟ انا عشان احكم على موضوع حكم صحيح لا. ورشيد، لابد ان اطلع على حقائق الامور. انا مش عارف
سببية إصدار هذا ما احنا بنقول للرئيس الجمهورية اطلع قول للرأي العام الأسباب اللي دعيتك لإصدار هذا القانون. عشان أي قرار بقانون يصدر لابد له من شرطين. الأول المشروعية والملائمة. طيب أنت شايف فيه مشروعية؟ طبعا. طيب. لكن عنده هو السبب يطلع يقول لنا. طيب في حاجة، في فرق بين الطعن على القرار والطعن في الأعمال الحكومية. يعني أنا النهاردة عملت عقد كوزير بيني وبين مستثمر، يحق لي الطعن فيه من خارج الخصومة؟ أنا كنت النهاردة في مثلا هذا الموضوع لي مصلحة ولي صفة، يبقى يجوز لي التدخل في الدعوة. نعم. ده أي موضوع عام مش الموضوعات دي. طب أنت ترى من وجهة نظر حضرتك أن لهذا القانون مشروعية بشرط أن يقوم علينا السيد رئيس الجمهورية ويقول لنا الأسباب التي دعته إلى ذلك. جميل. صح كده؟ يبقى أنا مؤجل الموافقة على المشروعية بشرط أن يقول لنا رئيس الجمهورية الأسباب. الموائمة أو الملائمة من قبل ما تقولها أنا مختلف معاك. في رئيس جمهورية جاية رجل طيب منتخب. جميع قرارات رئيس الجمهورية ستعرض، سواء هذا القرار أما سبقه من قرارات، ستعرض على البرلمان في أول جلسة انعقاد وفقا للدستور. هقول لك كلمة بلدي بيقول عليها حدك. حدك القانون دلوقتي. في 10 مليار دولار واقفين على الباب، مستثمرين واقفين، يطلعوا بقى يقولوا لنا. يبقى لازم ناخد المستشار الإعلامي أو المستشار الاقتصادي للسيد رئيس الجمهورية يقول لنا ليه مغزى القرار ده. بس كده. هل التحصين وارد على القرار أم وارد على الأعمال؟ ده عيب بقى لما شرفنا ضيوف محامين بالنقد. هرجع لحضرتك بس أخد وفاء من بنا لأنها بقى لها كتير معايا. اتفضلي أستاذة وفاء. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. اتفضلي. يعني انا بستغرب، طب ليه الرئيس خد القرار ده بالاستعجال ده؟ يعني ده خلاص فترة بسيطة على الرئيس الجديد. نعم. وبعدين عشان يصدر قرار يقول لنا ليه اصدره وبالسرعة دي. وبعدين لازم يكون في رقابة بالنسبة لتحسين مع المستثمرين. نعم، تحسين عقود الحكومة مع المستثمرين. نعم، لازم يكون في رقابة، لأن للأسف الحكومات بتعمل حاجات كتير يعني ضد مصلحة الشعب أحيانا. يعني هنقول الشعب يختلف مع بعض القرارات، بس مش عايز أقول ضد، بس المفروض يبقى في رقابة. أشكرك أستاذ وفاء. أخذ محسن من 6 أكتوبر. مساء الخير يا باشا. اهلا بيك حبيبي. كل سنه وانت طيب. انا مع صدور القرار يا استاذ محمد. مش معترض. اسبابك ايه؟ صل على النبي. القرار اولا ما حصنش العقود. امال عمل ايه؟ لا، القرار حصن العقود اللي هي مش مبنيه على باطل. لا 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 ساعتك لا مكتوب في انا معايا القرار ساعتك. وانا معايا القرار وانا طالع لك كده. بس اتفضل معايا. بناء على اي فساد يقع في الباب الثالث والرابع من قانون العقوبات قطعنا عليه. لكن العقد الصحيح اللي ما فيش فيه فساد ولا مترتب عليه اي فساد ما حدش يقدر يطعن عليه. الاول ازمه الفساد وبعدين قطعنا على العقد. خلي واحد شرى حاجه من الحكومه وشراها سليمه وقانونيه، اي واحد يروح يطعن عليها ويبطل العقد بينه وبين الحكومه وفي الاخر خالص يطلع البطلان بتاعه ده، على ما استرد حق ثاني يكون وقتها. طب خليك معايا هقرا لك نص القانون. يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون احد اطرافها الدوله او احد اجهزتها من وزارات ومصالح واجهزه لها موازنات خاصه وحدات الاداره المحليه والهيئات والمؤسسات العامه والشركات التي تمتلكها الدوله او تساهم فيها، او الطعن بالغاء القرارات او الاجراءات التي ابرمت هذه العقود استنادا اليها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من اطراف التعاقد دون غيره. هو مين طرف التعاقد؟ الحكومة والمستثمر. بس يعني ادي القصة باختصار وبشكل مباشر. كما يلزم القانون في مادته الثانية المحاكم بعدم قبول اي دعاوى تقام من طرف المواطنين
وجاء نصها كما يلي: مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية البت، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها من تلقاء على طول بيجبر القاضي بعدم قبول الدعوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى اللي أنا قايلها لحضراتكم. سيد الرئيس جملتين مش محتاجين له بتالت، هأيدك أهو. الأولى اسحب القانون وانتظر رئيس جمهورية قادم منتخب ورئيس حكومة وبرلمان مصر على القانون، اعمل حاجتين: تطلع الأول تقول لنا الأسباب لأن انتهى عصر وقوع القرارات على رؤوس المواطنين. الحاجة التانية كمان إن حضرتك تنص في هذا القانون على إشراف جهات رقابية على تعاقدات الحكومة. كده أنا حلتها؟ بس اتفضل. حاجة تانية اتفضل. حضرتك أثرتها كده ما بين السطور. اتفضل. ما أنا لازم أدخل بين السطور. صياغة العقود دي، فاكر حضرتك المشكلة اللي حصلت ما بين هيئة قضايا الدولة وما بين مستشار الدولة، مستشاري مجلس الدولة، اللي هي في صياغة العقود ومين اللي يكتب العقود؟ بس بإيجاز 10 ثواني عشان وتمسك مستشاري مجلس الدولة بأنهم هم المنوطين بكتابة العقود، فطبعا واخدين بالهم من الشروط اللازمة في كل عقد من العقود. عايز اقول لك اتحاد عمال مصر الحر معترض على القانون، حركه العمال الشعبيه، المهندس يحيى حسين عبهادي، المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدوله. هاخد بس استاذ محمد بعد اذن سعادتك انه هذا القرار هيطعن عليه او اول ما يخش مجلس النواب لا يتقبل. طب ممكن نستنى. طيب اخد محمد مصطفى اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا بقول ان قرار الرئيس عدلي منصور وهو رئيس مؤقت ان القرار ده اساسا هو قرار خاطئ في وقت حرج، لان القرار ده اولا هو بيهدر مال الدولة في وقت انت محتاج فيه دعم اقتصادي، وبيشجع المستثمر على الفساد في عدم وجود رقابة. بص أنا مش عايز أستخدم الجمل الصعبة، بس أنا بقول من حق الدولة أنها تصدر قوانين لا حجيتها لمراعاة الصالح العام وجذب المستثمرين. بس هي الفكرة إيه؟ أنا يطمني كمواطن أن أدي الحكومة وأدي المستثمر قاعدين على ترابيزة في أوضة مقفولة، بس يبقى في جهاز رقابي عشان لو في أي مشكلة في هذا العقد أروح للجهاز الرقابي أقول له في ده. يعني بدل من إصدار قانون زي ده في وقت حرج واحنا داخلين على انتخابات رئاسية، ان احنا ممكن مثلا نعمل لجنة من المركز من جهاز المركزي للمحاسبات. نعم. ونحط بند في العقد ما يسمى مثلا بالسهم الذهبي، اللي هو تمتلك الشركة مثلا او تمتلك الحكومة سهم واحد فقط في العقد ليها، بحيث لو تلاعب المستثمر في اي او حاول ان يعمل قضايا فساد يسترد تاني. اشكرك واخد محمود يونس. فضل استاذ محمود. لا انا طبعا ضد القرار ده تماما 100%، لان انا بيقولوا طريق لجهنم مفروش بالنوايا الحسنه. لو افترضنا ان القرار ده في ظاهره نوايا حسنه، لكن في ناس كتير قوي في الحكومه وحضرتك ادرى نواياها مش حسنه، ده هيبقى باب خلفي واحنا بشر ده باب خلفي للفساد وعلينا اقساط وديون. ده باب خلفي للفساد، ومعلش استخدم لفظ بلد كده هتبقى سداح مداح، يعني الدنيا كده هتبوظ خالص. واحنا مش هو الهدف القانون تشجيع الاستثمار و و و ما عندناش مشكله اطلاقا اجهزه رقابيه. كمان في علامه استفهام التوقيت. حضرتك ركزت اكتر من مره على ان احنا قدامنا 6 اسابيع. ليه التوقيت ده بالذات واشمعنى دلوقتي؟ هل تمهيد الارض لرؤساء قادمين رئيس مصر القادم؟ مش انا شايف ان هو مش مبرر. ما انا بقول لك انا مش مبرر، انا متفق معك. لا انا بني فقرتي بشكر حضرتك. عايز اقول لحضراتكم بعد الفاصل هنفتح قضيه تانية مهمه جدا، الدعم. عايز اقول لحضرتك اوعى تتصور ان الدعم ده معمول في الكام سنه اللي فاتت، احنا اكتشفنا ان الدعم ده دعم الحكومه للسلع للمواطنين بقاله ما يقرب من قرن 100 سنه. طيب الحكومه ناويه ترفع الدعم تحديدا على الطاقه، الكهرباء، البنزين، السولار الى اخره. السؤال برضو اشمعنا دلوقتي؟ ما كل حاجه هتبقى اشمعنا دلوقتي. 6 اسابيع قرار حساس. طب انا كمواطن هستفيد؟ طب ما برضو بقى 6 اسابيع والموازنه لسه ما اتعملتش. انتوا عارفين حضراتكم الموازنه الجايه من 1/7 بتسال، طب هتستفيد ايه في 6 اسابيع؟ هفتح معاكم ملف الدعم.
وهيشرف لي في الاستوديو دكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره ورئيس اللجنه الاقتصاديه بحزب التجمع وهو اميل الى استمرار الدعم، ودكتور تامر ابو بكر رئيس غرفه البترول ولجنه الطاقه باتحاد الصناعات، وليه راي يدعم فكره ان احنا نرفع الدعم. الحلقه بقى في نهايتها فيها فقره اراهنكم انها هتكون ممتعه جدا. النهارده هنقدم فقره اسمها الرئيس، الرئيس وبس. هنناقش فيها كل حاجه تتعلق بانتخابات الرئاسه. الفقره دي مش النهارده بس، هتلاقوها برضو بعد بكره الثلاث، وممكن تستمر يوميا لحد انتهاء انتخابات الرئاسه. مرتب الرئيس، سيارات الرئيس، زوجه الرئيس، اولاد الرئيس، سنين الرئيس، قرايب الرئيس، وصلاحيات الرئيس، كل حاجة تتعلق بالرئيس من ساسه لراسه. الأهم كمان النهاردة هنعمل مقارنة بين انتخابات 2012 و 2014. طب أسألك سؤال تفكر فيه لحد آخر الحلقة. حكام مصر اللي تولوا حكم مصر من 7000 سنة لحد الرئيس القادم، الرئيس القادم ده رقمه كام في سلسلة حكام مصر؟ 100 200 300 400. فكروا في ده وهسألكوا في الفقرة الأخيرة. وهنوه برضو ان بكره حلقه مميزه جدا انا بحقق فيها ونزلت مع فريق الاعداد بنناقش مشاكل الفلاحين على الطبيعه زي ما حضراتكم بتشوفوا في البروم. نزلنا وسالنا وعرفنا ويا ريتنا ما عرفنا، لكن تفائلوا بالخير تجدوه. كل الهدف حاجه واحده، ان احنا نصحصح ونفوق ونضغط على صانع القرار ونطلع قرار لصالحك ولصالحي. نطلع فاصل وندخل على الدعم.